في الخاص، ما الذي دفع حركة أنصار الله إلى فك ارتباطها بحزب الله؟ وهل هو طلاق مرحلي أم دائم؟ بعد أكثر من 18 عاماً من الارتباط الوثيق مع حزب الله، أعلنت حركة أنصار الله الفلسطينية فك ارتباطها مع الحزب سياسياً وعسكرياً وأمنياً. القرار شكل مفاجأة وطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الوجود السياسي والعسكري للحزب في المخيمات الفلسطينية، سيما أن أنصار الله الموجودة في كل المخيمات تعد بحسب المسؤولين فيها القوة الثالثة العسكرية بعد حركة فتح والقوى الإسلامية. في مركز أنصار الله في مخيم عين الحلوي لا تزال صورة الشهيد عماد مغني على باب مكتب المسؤول العسكري للحركة. هناك الكلام قليل عن تفاصيل الخلاف. نحن ما أعلننا طلاق يعني كما فهم ببعض وسائل الإعلام، ونحن وإخواننا في الحزب يعني بخندق واحد باتجاه ضرب الكيان الصهيوني، وفي عندنا عمليات مشتركة كثير نحن وياهن، ولكن في شغلات خاصة داخلية يعني تنظيمية، فعلى هذا الأساس يعني وتم موضوع يعني قطعت العلاقة مع الحزب؟ يعني مش قطعت زي ما الناس بتتوقع انه والله ما عادش في مرحبا والسلام عليكم، لا. أنصار الله عم يبتزوا حزب الله؟ نحن بعمرنا ما ابتزينا حزب الله، ولا حزب الله أخذ بهاي الصورة. نحن حالة إسلامية جهادية، وحزب الله عم يدعمنا بالمال وبالسلاح. هل لأنه يعني أوقفوا الدعم أو أنتوا عم بتطلبوا بمخصصات أكثر مشان هيك؟ لا لا، في وضع داخلي يعني ترتيب داخلي تنظيمي يعني، وإن شاء الله يعني في أمور إيجابية بهذا الملف إن شاء الله. يعني التواصل مستمر؟ منقول إن شاء الله. يتجنب الحاج عويد كشف أسباب الطلاق مع الحزب، ويتهرب من السؤال عن نظرة مختلفة من الأزمة السورية حتمت الانفصال، ويستنكر اتهامات وجهت لهم باسم مصدر من حزب الله تحدث عن تورطهم بالتعرض لليونيفل وبإطلاق الصواريخ من لبنان مؤخرا. لا من ناحية شرعية ولا من ناحية وطنية جائز واحد منا أن يضرب على اليونيفل حجرة. يعني أنتم بتنفوا اليوم أنه تكونوا تعرضتوا لليونيفل؟ نحن نرفض، وعندنا تحريم شرعي، نحن مع أي واحد يزيد حجر على اليهودي، ولكن بالنسبة للصواريخ كمان ما قلنا على لا من قريب ولا من بعيد. ولو حاول أنصار الله اعتبار ما حصل أمرا طبيعيا ولا تداعيات خطيرة له، إلا أن هذا لا يعني أن الطلاق بين أنصار الله وحزب الله هو مسألة عابرة هنا في مخيم عين الحلوي. من مخيم عين الحلوي، دنيز رحمي فخري، MTV.